السلام عليكم شباب، معكم وليد، رجعتكم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو ان شاء الله راح نلعب لعبة 12 قفل شباب. راح نكمل زي ما قلت لكم في الحلقة السابقة شباب، قلت لكم راح انزلكم ونكمل في الفيديوهات، نكمل في المراحل قصدي. يلا ان شاء الله اليوم شباب راح نلعب مرحلة الصحراء. ويلا قبل ما نبدأ ما تنسونش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وكتابة التعليق طبعا. ويلا نبدأ، نضغط ستارت. طبعا يا شباب هذه هي مرحلة الصحراء، راح ندخل اليها. هنا القصة طبعا، هكذا. ها هي الاقفال شباب، تشوفون 12 قفل. المهم يلا نبدأ في حل الالغاز. ها هو كود، تشوفونه 6 9 3 1، 6 9 3 1. نايس، فتحناه شباب. ما هذه، ماذا فيها؟ وجدنا فيها مفتاح خشبي. يلا نفتح بها هذا القفل. ماذا يوجد عند الفتاة؟ لا شيء. وهنا ايه، نستطيع اخذها، لكن كيف نرتبها؟ والله لا ادري، راح نخليها بعدين. وهذا المهرج ماذا يحدث له؟ اوه، اخذنا منه البالون. وهنا اوف اوف اوف، نرتبها شباب. صعبة قليلا هذه شباب، راح ننزل هذه اللوحات، نخليها في التحت هكذا. هذا اللي في الحصان، اتوقع قربنا شباب. العشب في الاسفل هكذا، الشمس هنا، ها هي هكذا. هذا الصبار اين؟ هنا هكذا اتوقع. رتبناه، نايس. هكذا نايس، رتبناها شباب. فتحت لنا هذه، اعطتنا مسدس. وهذه اوف اوف اوف، نرتبها اتوقع. يو صعبة هذه شباب، هذه صعبة شباب، راح نخليها بعدين. المهم يلا نكمل. لا يحدث شيء. هذه البراميل اتوقع اطلق عليها بالسلاح، نايس. لازم تطلق عليها كلها. طلعت لنا هذا المفتاح. وهذه المروحة ماذا تفعل؟ تضغط عليها بسرعة ولا كيف؟ نايس، طلعت لنا مفتاح وردي. نطلق على هذا البرميل، لا شيء. وهذا اخذناه، ها هو. نطلق على هذه ايضا، نايس، طلعت لنا مفتاح. يلا نفتح شباب هكذا. فهمت شباب، تشوفون الملون. هناك قفل ملون من بين الاقفال، اتوقع اني ارتبهم هنا. زي ما قلت لكم ارتبهم شباب، راح احط هكذا الوردي، الازرق، الاخضر، البرتقالي. نايس، زي ما توقعت. اين ايضا؟ هناك كود شباب، تشوفونه 471، 471. نحطه هنا اتوقع، 471 هكذا. البالون ماذا نفعل به؟ نضع هنا في الصبار، نايس، انفجر البالون.
الآن أظهر لنا مفتاح أحمر، راح نفتح بيها كذا. الآن شباب هذا الدلو ماذا نفعل به؟ نحطه في النار؟ لا. وما هذه؟ فيها ماء، أتوقع نحط الدلو هنا. نايس. بعدها نملأه بالمي ونأخذه. أخذناه، الآن نحطه في النار أتوقع. إيه طفينا النار شباب، شفتوا؟ أفكار. طلع لنا مفتاح أسود، يلا نفتحه. وهذه ما هذه؟ أتوقع هكذا. هكذا. هذه سهلة شباب، حليتها ايزي بسهولة. تبقى لنا قفلين، اكيد في هذا البيت شباب. نطلقها هكذا، لم يحدث شيء. يوه طلع هذا، اطلق عليه. طلقت عليه، قتلته. طلع لنا مفتاح اصفر، تبقى لنا القفل الاخضر فقط شباب، واللي هو هذا اللغز صعب جدا. اتوقع اني شباب راح احله، بعدها راح ارجع لكم لانه مرة صعب. رجعت لكم شباب بعد ما حليتها بصعوبة. الان نفتحها هكذا، حطتنا هذا المفتاح الاخضر. الان نروح نفتح القفل هكذا. هكذا شباب، افتح يا حبيب. نايس. واخيرا انتهينا ان شاء الله، راح نلعب هذا الليفل في الحلقة الجاية ان شاء الله. يلا شباب، اتمنى عجبكم الفيديو. في الاخير لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا مع السلامة.